قال نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة إن بلاده منعت صدور بيان من مجلس الأمن الدولي يحاول تشويه الأوضاع في محافظة إدلب السورية. وعقد المجلس اجتماعا طارئا مغلقا بناء على طلب من بلجيكا وألمانيا والكويت لبحث الوضع مع تصعيد الهجمات على إدلب، حيث أعرب المجلس عن قلقه من التطورات في الأوضاع في المحافظة. كان رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا قد حذر من أن صراعا شاملا في آخر معقل رئيسي لمسلح المعارضة في إدلب يمكن أن يولد كارثة حقوقية وإنسانية.